قوافل جديدة من الأسلحة الأمريكية تتوجه إلى محيط مدينة الرقة مع إعلان المعركة الكبرى للسيطرة على المدينة من قبل قوات سوريا الديمقراطية، أسلحة نوعية وصواريخ حرارية وغيرها لتنفيذ مهمة إخراج مسلحي تنظيم الدولة من مدينة الرقة. بدأت المعركة بهذه الأسلحة وهي ضمن دعم أمريكي سيستمر وفق ما يطرأ من تطورات على سير المعركة. طبعا الأسلحة هي خفيفة ومتوسطة وثقيلة، يوجد هناك مضادات دروع، يوجد هناك مدرعات، وبشكل مبدئي تعتبر كافية لبدء الحملة. إلا أن تركيا ترى تسليح قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية ركيزتها الأساسية خطرا جديا على أمنها القومي ويهدد سلامة الأراضي السورية مستقبلا. في ظل وجود مخاوف من لدى أنقرة من وصول هذه الأسلحة إلى مقاتلي حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، تشترط واشنطن على قوات سوريا الديمقراطية أن يتم استخدام هذه الأسلحة فقط لقتال عناصر تنظيم الدولة، وإذا ثبت العكس ستقوم الإدارة الأمريكية بتقليص الدعم العسكري أو قطعه. هنا يتحدثون عن ضمانات من قبلهم للجانب الأمريكي حول حصر استخدام هذه الأسلحة فقط ضد تنظيم الدولة. وعدنا على هذا الأساس، أينما يكون داعش سوف نقوم باستخدام هذه الأسلحة مقابل داعش، ونتمنى أن لا تدخل الدولة التركية في هذا الشأن. عدا عن إرسال المركبات العسكرية والذخائر إلى مدن شمال سوريا، يقوم الجيش الأمريكي بمهمة تدريب قوات سوريا الديمقراطية وتقديم الدعم اللوجستي اللازم لها. وبحسب قيادات في البيت الأبيض، فإن الدعم الذي تمنحه الولايات المتحدة لقوات سوريا الديمقراطية سيكون محددا بمهمة معينة وسيقدم تدريجيا مع تحقيق الأهداف. هيبار عثمان، الجزيرة، محيط الرقة.